مولدين هادو في خمسة قطوط عايشين عندكم؟ عايشين عندنا نعم. هذه مهم كبيرة. هذيك المهم هذيك. هذه مهم. جابت هذه هي الأولى. ومن بعد جابت هذو الزوج وهذا قرجة معهم عايش معه مع الجيران. وراهم عايشين قاع هنا ويخرجوا مع بعضهم. هذاك تاع الجيران يجي يعيش يريح معاه. إيه ويلعب مع هذون. ونعطيهم الماكلة كما في الحليب والماكلة في رمضان كيما هذا. ومن بعد نروح للخدمة نخلي لهم ماكلة اللي تفضل علينا نعطوها. راه مطر نور الدين ايه راه مطيصو.